مساء الخير عليكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة سي تي في في كل مكان، برحب بيكم وحلقة جديدة وبرنامج في النور. تقريبا أغلب المصريين في بداية يومهم وهم بيبدأوا يعني اليوم كده ومفروض رايحين الشغل بيتوجهوا لمكان بعيد بيسمى بالموقف علشان ياخد الميكروباص أو الأتوبيس أو حتى التوك توك كوسيلة مبدئية لحد ما يوصل للوسيلة التانية علشان يقدر يوصل للمحطة الأخيرة أو لشغله. فعشان كده حبينا بقى نقف شوية في هذه النقطة المهمة في حياة عدد كبير من المواطنين المصريين، الموقف وإيه اللي بيحصل في الموقف من مشاكل بقى سواء ميكروباصات أو تكاتك والسواقين، وفكرة إن هم يركبوا عدد معين من الركاب ممكن يكون أكتر من عدد الكراسي الموجودين في الميكروباص نفسه، ومن فكرة تعامل كمان السائق نفسه مع كل المواطنين اللي بيترددوا سواء على الموقف واقفين مستنين حاجة عادي أو حتى هيركبوا معاه، وفكرة السباقات بقى اللي احنا بنشوفها أو إن سواق يحاول يخطف راكب من سواق تاني، قصص كتيرة جدا الحقيقة، يعني ممكن نعمل أفلام ومسلسلات بس داخل الموقف. فعايزين يعني نستفيد معكم أكتر في ما يحدث في هذا المكان ونعرف إيه أكتر المشاكل اللي بتواجهكم في الموقف أو في مواقف الميكروباص والتكاتك كمواطنين مترددين يمكن بشكل يومي على هذه الأماكن. زي ما قلت مضايقات بقى، سلوك معين، اكتبوا لنا في التعليقات إيه أبرز المشاكل اللي بتواجهك في الموقف. مستنين طبعا تعليقاتكم كالعادة على صورة البرنامج على صفحتنا على فيسبوك سي تي في ايجيبت، وبكل تأكيد هنتابع يعني التعليقات، وبعد كده هنروح بقى لفقرتنا الرئيسية علشان زي ما احنا متعودين نفتح الملف بشكل أكبر وأوسع. نبدأ معاكم أخبار اليوم بصلاة التجنيز اللي ترأسها قداسة البابا طوادروس الثاني في الكاتدرائية المرقسية في العباسية على الآباء الرهبان الثلاثة اللي انتقلوا الأسبوع الماضي يوم الثلاث اللي فات في جنوب أفريقيا. النهاردة الحقيقة كان في حضور واسع في يعني هذه الصلاة، لكن خلينا نشير ونؤكد أن وصلت الجثامين في الساعات المبكرة من صباح اليوم قبل ما تبدأ الصلاة الساعة 10 صباحا زي ما قلنا بحضور قداسة البابا طوادروس الثاني وعدد كبير طبعا من الأباء الأساقفة والأحبار الأجلاء من الكنيسة، بيوصل عددهم لحوالي 28 أب، غير طبعا بنتكلم في كهنة، بنتكلم في بكل تأكيد أسر الرهبان والشعب كمان عدد كبير الحقيقة كان حريص على فكرة الحضور. طبعا قداسة البابا قال كلمة جميلة جدا وكلمة مليانة تعزية وجهها لكل الشعب، وجهها أيضا لأسر الأباء الرهبان المنتقلين. في بداية الكلام قال قداسة البابا آية جميلة قوي، وخلينا كده يعني نقولها مع حضراتكم، لأنه ما هي حياتكم أنها بخار يظهر قليلا ثم يضمحل. فده بيعكس عقيدة المسيحيين وبيعيشوا، اللي احنا عارفين أن الحياة هي يعني هي رحلة هتبقى بقى قصيرة طويلة، ولكن في الأول في الآخر ليها نهاية معينة وهي يعني هتضمحل في الآخر. وقال قداسة البابا على رجاء القيامة بنودع هؤلاء الأباء الثلاثة الذين فارقونا في هذا الصوم المقدس وفي هذا اليوم الذي نصلي فيه ونحن نحتفل بعيد الصليب. النهاردة بيتزامن كمان عيد الصليب، فذكرى جميلة جدا الحقيقة، واللي يمكن استدعت أن في بعض المراسم تكون يعني الألحان علشان ده عيد تكون ألحان فريحي أو ألحان لها يعني طبع فريحي شوية حتى لو في صلاة التجنيس. كمان قال قداسة البابا حينما نودع الأباء الرهبان فهو وداع خاص، لأن الراهب حينما يدخل الدير يقول لي اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح، ذاك أفضل جدا. يعني من طقس صيامة الراهب عندنا أن بيتصلى عليه كمان صلاة الراقدين، فده يعني طقس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية. لكن أكد طبعا بكل تأكيد قداسة البابا أن الحادث كان مؤلم، وأن اللي بيعزي أن هؤلاء الأباء انتقلوا ونالوا أكاليل عديدة، أكاليل البتولية والرهبنة وأكليل الاستشهاد. أكد على ذلك قداسته أثناء الكلمة اللي قالها قدام طبعا كل الشعب وأسر الأباء الرهبان. قدم طبعا التعزية باسم المجمع المقدس وكل هيئات الكنيسة لنيافة الأنبا أنطونيوس مرقس وكهنة وكنائس وشعب إبارشية جنوب أفريقيا، وكمان عزة طبعا أسر الأباء المنتقلين، وقال إن أكتر ما يعزي هذه الأسر
ان الاباء صاروا في السماء بيصلوا من اجلنا. وطبعا قداسة البابا كان حريص ايضا على تقديم الشكر لكل الوزارات والجهات اللي تعاونت في متابعة الحادث، وبالاخص سفير مصر في جنوب افريقيا سعادة السفير احمد الفضلي. فده كان مجمل يعني ما حدث اثناء صلاة التجنيس. لكن طبعا احنا عارفين ان بعد كده انتقلت الجثامين لدير الانبا صموئيل من اجل يعني استكمال مراسم بقى الدفن. اتدفنوا في دير الانبا صموئيل في جبل القلمون في محافظه المنيا في مقبره الرهبان في الدير هناك. فاصبح هذا هو يعني المسوى الاخير او المكان اللي استقرت فيه اجساد الاباء الرهبان. يمكن على مدار اليوم النهارده الكل تابع الصلاه على شاشه سي تي في مختلف الشاشات وشاف طبعا يعني الكلام بقى الجميل اللي اتقال على مختلف الاباء والحضور. يمكن احنا معانا دلوقتي كمان لقطات بتوضح يعني الاحداث اللي حصلت اليوم النهارده والحشد الكبير قوي اللي كان موجود كمان في اللحظات الاخيره لوداع الاباء الثلاثه. طبعا بنصلي ان هم يصلوا عنا وبنتشفع بيهم، و هو ده الرجاء اللي احنا عايشين عليه ان هم انتقلوا للسماء. وطبعا تاني من جد تعزياتنا لكل الكنيسة ولأسر الآباء الثلاثة. وأيضا في سياق أحداث اليوم كان النهاردة الحقيقة في مشاركة مهمة جدا لقداسة البابا تودروس الثاني في تكريم فائزين في مسابقة لها علاقة بمادة الدين المسيحي. المسابقة دي بيتم تنظيمها بالشراكة ما بين وزارة التربية والتعليم والكنيسة القبطية الأرثوذكسية. النهاردة قداسة البابا كان حاضر، وطبعا كان في بعض المسؤولين من وزارة التربية والتعليم علشان يكرموا الفائزين في المسابقة لعام 2021 و2022 من الطلاب والمعلمين والعاملين وكمان بعض كمان المصريين العاملين في الخارج. المكرمين وصل عددهم حوالي 153 شخص من مختلف محافظات الجمهورية. فطبعا شيء جميل جدا ان تحصل مثل هذه المسابقات، وان قداسة البابا بنفسه هو اللي يكرم المميزين والفائزين في هذه المسابقة ويشجعهم على التميز في النوع ده من المسابقات. قال قداسة البابا وثمن بشكل كبير التعاون اللي بيحصل ما بين الوزارة ما بين الكنيسة في مثل هذه المسابقات، وقال عامة فكرة تنظيم مسابقة بهذا الشكل سواء بقى للمسيحيين أو للمسلمين فهو ده لصالح أبناء الوطن بالكامل، وحاجة جميلة جدا بتأتي يعني بنفع كبير لكل أبناء الوطن. وفي كلمة قداسة البابا كعادته دايما بيكون حريص على ان هو يدينا حكمة او يدينا موعظة مختلفة في مثل هذه الاحداث. قال ان الانسان بيتعلم بثلاث طرق ابرزهم الكلمة والقدوة والتقوى، بمعنى المخافة او ان هو يكون عنده يعني اخلاص وامانة وضمير صالح. وقال ان النوع ده من المسابقات بيبث روح التقوى لدى الطلاب. كانت الحقيقة فعالية جميلة جدا، وزي ما قلنا فرصة حلوة قوي ان الطلبة يتشجعوا ويشاركوا ويشوفوا قداسة البابا في الاخر بيكرمهم في النوع ده من المسابقات. طبعا الف مبروك لكل المكرمين والفائزين في هذه المسابقة. ومن اخبار الكنيسة خلينا نروح لخبر الحقيقة ايجابي وجميل جدا ليه علاقة بالاقتصاد المصري. كنا الفترة اللي فاتت طول الوقت بنتكلم على ان المؤشرات بتقول ان الاقتصاد يعني وضعه غير جيد، وان النظرة المستقبلية كمان كانت نظرة سلبية، وده كان خارج عن الوكالات الكبرى المعنية بفكرة التصنيف الائتماني. النهاردة المشهد بيختلف، والحقيقة مش النهاردة بس، بقالنا فترة بدأت العملية تتغير بشكل ايجابي. وكانت ستاندرد اند بورز بدأت ان هي ترفع نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري من نظرة مستقرة الى نظرة ايجابية. وخلينا نقول ان الوكالة وضحت ان بشكل كبير جدا اللي اثر على تغيير النظرة هو فكرة تحرير سعر الصرف، وان هو بقى متروك للسوق وعملية العرض والطلب، وده اللي بيغير في الاخر في سعر الصرف. وقالت كمان ده هيأثر على الناتج المحلي الاجمالي في الاخر بشكل ايجابي، فبالتالي هذه هي التوقعات الايجابية بناء على الاجراءات ويعني سلسلة التحركات اللي احنا شفناها اللي قامت بيها الدولة خلال الفترة اللي فاتت. زي ما قلت لحضراتكم مش ستاندرد اند بورز بس اللي قالت الحقيقة ان في توقعات ايجابية للاقتصاد المصري،
كان سبق وقالت وكالة موديز من أيام إن هي كمان بتعدل النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري إلى نظرة إيجابية، وقالت إن الحقيقة ده بيعكس الدعم الكبير اللي قامت بيه الدولة المصرية ومختلف الخطوات الملحوظة اللي تم اتخاذها على صعيد السياسة النقدية والسياسة المالية اللي حصل خلال الفترة اللي فاتت. كل ده بقى انعكاساته بدأت إن هي تظهر مبدئيا كمان على التوقعات. ودايما بنأكد إن مثل هذه التصنيفات الحقيقة تبقى مهمة جدا، وبينظر ليها المستثمرين، بيشوف يعني مدى صلابة الاقتصاد المصري وقدرته على الالتزام وقدرته على إن هو الحقيقة يكون بيئة جيدة لوجود الاستثمار. فبالتالي هذه تعتبر شهادة للاقتصاد المصري إن هو نظرتنا المستقبلية ليه نظرة إيجابية، وبالتالي هو بيسير في الاتجاه الجيد والسليم. قبل ما نكمل أخبارنا، فكركم مرة تاني بسؤال الحلقة وفكرة إيه المشاكل اللي بتواجهك أو بتواجهك في مواقف الميكروباص والتوك توك. وإحنا بنأكد مرة تاني إن ناس كتيرة جدا الحقيقة دي بالنسبة لهم هي محطة أساسية في روتينهم اليومي، علشان يروح شغله أو يروح مشاويره بيروح على الموقف، وبالتالي بيقابله بقى ممكن مشاكل وتحديات كتير. روماني يحيى بيقول الموقف المفروض يكون فيه تدخل من الدولة من حيث الأمان والسلامة والتنظيم، والحل يعني يكون فيه حلول بديلة. طبعا عندنا في ناس بتقدم تعزيات في الآباء الرهبان. روماني يحيى بيقول كل سنة وانتم طيبين، وربنا يعزي الكنيسة في الآباء الرهبان وينيح نفوسهم في فردوس النعيم. كمان استر عبد الوهاب بتقول ربنا ينيح نفوس أبائنا الرهبان وتعزيات الروح القدس لسيدنا والكنيسة. وبتتكلم بقى على ميكروباص تحديدا في حي فيصل او في منطقة فيصل، فبتقول يعني هي شايفة الموضوع اصبح ملهوش حل من كتر ما في مشكلة كبيرة جدا في الموقف اللي موجود هناك عفوا، وبتقول يعني ان احنا محتاجين بقى حلول مختلفة، ومش بس في فيصل لكن كمان في الطلبية. فبالتالي بتقول يعني الموضوع بقى صعب جدا وربنا يرحمنا. عايزين برضو حضراتكم ترصدولنا أكتر المشهد وترصدولنا أكتر المشاكل، علشان يعني في حلقة النهاردة نقف على كل ما يحدث في أرض الواقع. نكمل أخبارنا ونروح لقانون التصالح. احنا عارفين ان القانون خلاص في شكله النهائي المفروض يعني انتهى منه البرلمان، ومتوقفين على صدور لائحة تنفيذية، ولكن الحقيقة اللائحة لم تصدر، والمفروض ان ليها فتره معينه تصدر فيها بمجرد صدور القانون. وبالتالي تقدم النائب المهندس ايهاب منصور بطلب عاجل للحكومه بشان تاخير اصدار اللائحه التنفيذيه للقانون. خليني اقول لحضراتكم بالتاريخ كده، القانون صدر 17 ديسمبر 2023 وبدا العمل بيه يوم 18 ديسمبر. المفروض بقى اللائحه التنفيذيه بتصدر في خلال 3 شهور فقط من بعد تاريخ صدور القانون. احنا بنتكلم في ديسمبر، تاريخنا النهارده بقى كام؟ احنا النهارده 19 مارس، يعني عدت 3 شهور ولم تخرج اللائحه من الحكومه. طبعا في يعني هتبقى عواقب كتيره جدا بتترتب على هذا التاخير، وطبعا كل الناس اللي مستنيه القانون واللي مستنيه ان هي توافق اوضاعها واللي مستنيه تستكمل الاواضي بتاعتها او ان هي ما يحصلش هدم لبيوتها بناء على فكره المخالفه وكل هذه الامور، حياتها متوقفه على هذه اللائحه. خلينا نعرف بقى ايه اللي بيعيق صدور هذه اللائحه، وبالتالي ما التحركات اللي بتحدث في مجلس النواب من اجل خروج اللائحه التنفيذيه لقانون التصالح. نرحب معانا على التليفون بسياده النائب المهندس ايهاب منصور عضو مجلس النواب. برحب بحضرتك معانا سياده النائب. اهلا بحضرتك، متشرف بيكم دايما. اهلا بحضرتك معانا. والحقيقه عايزين نعرف اولا ايه اللي بيعطل حتى الان صدور اللائحه التنفيذيه. احنا بنتكلم يعني وفقا للتواريخ عدت 3 شهور اللي المفروض بيصدر فيها اللائحه، مظبوط؟ بالظبط كده، تعدت 3 شهور. اللائحه دي طبعا مسؤوليه الحكومه والجهات التنفيذيه ان هم اللي بيعدوا اللائحه. ويكون لينا سابقه كده من كام سنه انه كان اشتركت في المجلس السابق في اعداد اللائحه السابقه، بغض النظر انه لم يتم الاخذ به اغلب ما قمت بطرحه وقتها. اللائحه دي حضرتك مفترض اسهل لائحه ممكنه. ليه؟ لان اللائحه دي هي الثالثه
في قانونين صدروا قبل كده ولائحتين صدروا قبل كده، يعني دي جاية على لائحة محطوطة قبل كده مرة واثنين. إذا دي اللي هيتعمل فيها إيه؟ شوية تعديلات اللي هي تخص القانون الأخير، التعديلات اللي حصلت في القانون الأخير هتنعكس في اللائحة. طيب إحنا بنتكلم إنه من ثلاث شهور مفروض تصدر، وكان في كلام في الإعلام إنها تصدر في شهر يناير. يناير ما حصلش، يعني كلام تاني فبراير ما حصلش، مارس ما حصلش، وفي التواريخ المفروض يحصل فيها ما حصلش. ده مؤثر على ايه؟ اولا مؤثر على انه في وزارات ابتدت تعلن، وزارة التنمية المحلية، عن حملات للإزالة. طب حضرتك تعمل حملات للإزالة وناس قدمت تصالح وبقالها خمس سنين، ذنبها ايه؟ انه الجهات التنفيذية ما خلصتش من ذنبها. سيادة النائب، في النقطة دي هل الناس اللي معاها يعني أوراق تثبت إن هي قدمت تصالح ممكن تتعرض لموقف إزالة المبنى الخاص بيها أو فكرة الهدم؟ مفروض لأ، مفروض لأ، لأن ده حد راح برجله كده وقال أنا جاي أتصالح، وفي ناس دفعت مقدمات وناس دفعت كل القيمة ما خلصوش التصالح. إذا يجب أن يتم الانتظار لحين ما اللائحة تنزل والناس تكمل مستنداتها، لأن وقت سرعان القانون ده يتيح للمخالف اللي هنطبق عليه المخالفة إنه يتصالح، وده الهدف من القانون. الهدف الأسمى من القانون إن احنا نشد خط على المخالفات، لأن اللي بعد القانون ده يخالف أنا بقول يعني يتخذ معاه أقصى إجراء. طب ليه سيادة النائب، على الرغم ان احنا بنقول ان مش اول مره بنصدر قانون في هذا الملف، والمفترض زي ما حضرتك اشرت دي تكون اسهل لائحه تنفيذيه، لحد دلوقتي لم تصدر، يعني من وجهه نظرك ايه ابرز ما يعطل صدور اللائحه التنفيذيه؟ يعني بص حضرتك، القانون اللائحه دي اللي انا فاهمه انها مفروض مسؤوليه مجلس الوزراء زائد وزيرين بصوره يعني خاصه، وزير التنميه المحليه ووزير الاسكان. من خلال تعاملي انا اعلم انه وزير الاسكان بيخلص حاجته بدري زي ما بيقولوا، فانا مانيش عارف بقى القصه دي بتقول انه في وزارات اخرى متداخله. قد تكون الزراعه هي اللي معطله، قد يكون المراجعه في وزاره العدل معطله، انا مش عارف فين الحكايه. فانا كنائب عن الناس لازم اطرح هموم الناس، لان في ناس حضرتك مسافرين مش عارفين يرجعوا عليهم قضايا. قضيه مخالفه حاجه صغيره كده او كبيره ايا كان عليه عايز يخلصها. واحنا كنا عرفنا ان بمجرد ان يصدر يعني اللائحه او تصدر اللائحه ويتنفذ القانون، كل اللي كان عليه حكم هيتلغي، كل اللي كان عليه غرامه او شيء ما، يعني كانت الامور هتتحل. بالظبط يا فندم، ده مش بس كده، ده نموذج ثلاثه في القانون السابق يخلص الاحكام ويطلع الناس من السجن علشان تقدر تخلص التصالح وتمشي حياتها. اذا في تعطيل، زائد بقى الكارثه الكبرى او الموضوع الكبير انه تعطيل التصالح بيقلل قيمته. بمعنى ايه؟ لو كان ال 100 ولا 150 مليار على الاقل اللي كانوا هيتلموا من 2019 للتصالح ده كانوا يساووا رقم 19 مليار دولار. دلوقتي نفس الرقم ده يساوي 3-4 مليار دولار. اذا الدولة او البلد خسرت 6 مليار دولار نتيجة تأخير الجهات التنفيذية في تنفيذ هذا القانون. اذا الخاسرين او المتضررين مش بس المواطن، لكن كمان الدولة وخزينة الدولة. بالضبط يا فندم. فأي تأخير وزائد بقى شوف الأسعار، يعني اللي هيستكمل شغله او هيعمل حاجة شوف الأسعار كانت كام من 2019 وبقت كام؟ أسمنت وحديد وطوب و و و و. طيب ليه تحميل الناس بهذه الأعباء؟ مقابل إيه؟ وعشان إيه؟ طيب، وبالتالي كلمنا سيادة النائب عن التحركات اللي قمت بيها علشان تعجل من صدور هذه اللائحة. إن اتقدمت امبارح كان آخر ميعاد لصدور اللائحة، وبعد ما اليوم انتهى يوم العمل أنا تقدمت ببيان عاجل للمجلس النواب علشان نناقش هذا الامر، لان انا شايفه امر في منتهى الخطوره. طبعا، لان انا حتى النهارده حضرتك طرحت انه في كذا قانون اللوائح التنفيذيه بتاعتهم ما خلصتش، قلت كذا قانون. ده معناه ايه؟ يعني المدد بتاعتها انتهت، دول اتنسوا ولا مش هيتعملوا ولا ايه موقفهم؟ اخذت هذا الموقف امبارح
مشكورا رئيس المجلس وهيئه مكتب المجلس، مشكورين جدا، تجاوبوا على الفور مع البيان العاجل اللي قدمته امبارح، والنهارده تم مناقشته في الجلسه، وطرحت البيان العاجل في بدايه الجلسه كالمعتاد، واتضامن مشكورا جدا رئيس مجلس النواب معايا ومع الناس، هموم الناس، وطالب الحكومه بانه يجب سرعه اصدار اللائحه التنفيذيه لانها معطله مصالح الناس، معطله حقوق الدوله، معطله عامله مشاكل قطاعات كثيره. وتعهدت الحكومه انها في خلال ايام قدام المجلس ان شاء الله هتخلص هذه اللائحه. ضروري جدا طبعا ان هي تصدر في اسرع وقت، والحقيقه ان احنا اكيد هنتابع الملف يمكن خلال الفتره اللي جايه بشكل اكبر علشان نعرف التطورات اللي بتحصل فيه، لان احنا تاني بناكد الناس كتيره جدا الحقيقه مستنيه ان يتم تنفيذ هذا القانون او العمل به او وجود اللائحه التنفيذيه. بشكرك جدا سياده النائب ايهاب منصور عضو مجلس النواب. من قانون التصالح خلينا نروح لحريقه تاني. حقيقة أن لسه سلسلة الحرائق مستمرة، ومع الأسف النهاردة حريقة جديدة بتحصل في مصحة لعلاج الإدمان، ولكن المرة دي في الإسماعيلية، ومع الأسف في وفاة 4 أشخاص والإصابات حتى الآن 7 إصابات. طبعا بنعزي في الوفيات اللي راحوا في هذه الحادثة الصعبة والمؤلمة، ولكن خلينا نقول لحضراتكم أن طبعا حصل تحركات بشكل سريع من أجل الوصول لكل أسباب الحادثة. نيابة إسماعيلية الآن بتحقق في الموضوع، أمرت طبعا بفتح تحقيقات في وفاة الأشخاص الثلاثة وفي سبب الحريق. لكن الجدير بالذكر بقى في هذه القصة أن هم يعني بيحاولوا يفهموا إيه قصة اللي حصل ووضع هذا المكان إيه. تم التوصل إلى عدم وجود ترخيص للمصحة المحترقة، يعني هي مكان مش مرخص، ومش بس كده، ده كان كمان صادر ليه قرار غلق من فترة. فإذا احنا بنتكلم مش بس في مجرد حادثة حريق وراح ضحيتها حوالي 4 أشخاص غير الإصابات، لكن كمان بنتكلم في مكان المفترض ان هو ما يشتغلش، هو مخالفة صريحة وليه قرار بالغلق ومع ذلك لم يكن مغلق. خلينا نعرف تفاصيل هذه الواقعة وهذه الحادثة، ونطمن طبعا على وضع المصابين في حادثة علاج أو مصحة علاج الإدمان في إسماعيلية. نرحب معنا بالأستاذ هشام إسماعيل مدير مكتب جريدة الفجر في الإسماعيلية. برحب بيك معنا يا أستاذ هشام. مرحبا يا مشاهدينا في كل مكان. النهارده هنتكلم عن الحديث. انا ارحب بالاول بمشاهدينا ان الاسماعيليه النهارده يا جماعه. استاذ هشام بس بدايه هو الصوت مش واضح، لو بس تعلي صوتك وتقف في مكان افضل. اتفضل. النهارده محافظه الاسماعيليه في حوالي الساعه 10 صباحا سيسجل بالفعل على حريق في مصحة بمنطقة حي الأسرة التابعة لحي أول الإسماعيلية. طبعا الحريق كان في مصحة لمعالجة لعلاجة الإدمان مكونة من 3 طوابق، هي تعتبر فيلا لأحد الأشخاص. طبعا فيلا خاصة يعني. سيارات الإطفاء والدفاع المدني، اللي هي تبين إن دي مصحة لمعالجة الإدمان في يعني منطقة سكنية، وان ده مش مبنى زي البلازما كان بيقول مبنى سكني او مبنى لا ناس ساكنين فيه، تبين هي مصحة والناس بتعالجوا فيها. خلفت الاثار بتاعتها عن اثرت عن وفاة 3 اشخاص بالفعل واصابت 7 اخرين، من ضمن الثلاثة الوفيات المشرف اللي كان في المصحة، اللي عامل اللي كان يعني هنقول المشرف اللي كان على الحالات، يعني اللي بيتابع الحالات اللي موجوده. طيب هل في اسباب واضحه لماذا وقع هذا الحريق؟ هو طبعا النيابه العامه امرت بانتداب الادله الجنائيه والمعمل الجنائي اللي هنقول منذ دقائق، يعني كان البيان الاولي المبدئي الناتج عن اسباب الحريق ماس كهربائي. النيابه العامه دلوقتي بتحقق مع صاحب المكان الذي تم القاء القبض عليه على الفور، ومع عدد اخر من الاشخاص
دي حاجة كان في عدد كبير في المصحة ما صابوش بأي أذى، بس النيابة العامة أمرت بتسليمهم المرضى لزواياهم. طب حالات الوفاة يا أستاذ هشام غير المشرف، الباقيين هم مرضى ولا مين الباقيين من الوفاة؟ هو في مشرف والاثنين التانيين دول مرضى. ودول وتم نقلهم بالفعل إلى ثلاجة مستشفى جامعة قناة السويس، إنما المصابين مصابين بحروق واختناق، حروق من الدرجة الأولى والثانية والثالثة، وهم حاليا بيتلقوا العلاج بمجمع الإسماعيلية الطبي. طبعا في النيابة اللي عند وقتنا هذا بتعاين موقع الحريق مع الأدلة الجنائية اللي راحت والمعمل الجنائي، وأخذوا عينات مختلفة من الطوابق الثلاثة اللي هنقول هم بالفعل المبنى اتفحم بالكامل. حريق كبير، لكن المعاينة المبدئية حتى الآن مش النهائية، المبدئية إن الحريق سببه ناس كهربائي. طيب عايزين نتكلم كمان على قصة ان المكان نفسه ما كانش مرخص وان هو كان ليه قرار اغلاق. المحافظ شريف فهم بشارة محافظ الاسماعيلية كان منذ فترة اصدر قرار بمنع ترخيص جميع المصحات اللي بتبقى للاجمال او يبقى عليها اشراف تابع للمحافظة او الاجهزة التنفيذية. تمام. طبعا المكان مش مرخص، المكان داخل كتلة سكنية، دي تعتبر شلة مكونة من ثلاث طوابق. المكان فيها حسب شهود العيان النهاردة من أهالي اللي هم المصابين أو أهالي كمان اللي هم لم يصابوا، إن المكان كان غير أدمي. بمعنى إيه غير أدمي؟ أيوة فندم، بسأل حضرتك بمعنى إيه غير أدمي، يعني أوصف لنا إيه شكواهم؟ ان المكان غير مؤمن، ان المكان ما كانش فيه، ده المبدئيه طبعا، ده اللي غير قالوه اهالي المرضى اللي كانوا بيتعالجوا. لا دي كمان من المعاينه، ان المكان ما كانش فيه طفايات غير ملائم، ما كانش فيه طفايات عشان لو وقع حريق او اي حاجه ان هم يتعاملوا بيها. المكان ما كانش فيه افراد امن ان هي تامن، المكان ما كانش فيه يعني الامكانيات ان هي يكون مكان لمعالجه المرضى او المدمنين. تقريبا اعداد الناس اللي كانت موجوده في المكان يعني مرضى ومشرفين واطباء، لو في تقريبا اعداد الناس قد ايه؟ هم لعندي الان لسه تحيات النيابه، لكن من اهالي المرضى كان العدد يفوق ال 25 مريض. ده طبعا عدد مش قليل، وفي مكان هو ما فيهوش اي معايير سلامه ولا امان ولا حمايه مدنيه ولا اي شيء. المعاينه المبدئيه قررت ان المكان او المبنى ما يعني ما يسمحش الا من 18 ل 20 مريض. المكان غير المشرفين غير اللي شغالين فيه كان 25، يعني العدد الكلي كان يخش على 35 شخص. يعني هو كله على بعضه مخالف في مخالف في مخالف، وكانت النتيجة مع الأسف كارثية بهذا الشكل. أنا بشكرك جدا أستاذ هشام إسماعيل مدير مكتب جريدة الفجر في الإسماعيلية، وربنا يرحم طبعا كل المتوفين في هذه الحادثة. خلينا نروح لخبر آخر ليه علاقة بمركز أورام دار السلام هرمل، والحقيقة بنشوف يعني تغيير يعني كبير جدا بيحدث في هذا المركز في إطار موافقة الحكومة النهاردة أن هي تمنح معهد فرنسي حق استغلال وتشغيل هذا المركز، مركز هرمل في دار السلام، علشان الحقيقة يكون أول فرع للمعهد ده بره فرنسا، معهد خاص بعلاج الأورام. احنا طبعا لما نتكلم على الاورام بنتكلم ان لسه يمكن عندنا بيبقى تكدس كبير جدا في معهد الاورام، فدائما في حاجه ان يكون عندنا اماكن اخرى تستوعب اعداد كبيره من مصابي هذه الامراض الصعبه. والحقيقه ان بناء على توجيهات الرئيس السيسي بتطوير يعني هذا المستشفى تم فعلا عقد هذا الاتفاق حاليا الموافقة عليه، أو يعني الاتفاق هي بشكل أو هو بشكل مبدئي ما بين الحكومة ما بين معهد الفرنسي تحت اسم جوستاف روسي. خلينا نقول إن الحقيقة إيه أهمية بأن يحصل هذا التعاون مع المعهد الفرنسي. زي ما قلنا ده بالنسبة لهم أول معهد بره فرنسا، فبالتالي شكل الخدمة وشكل الرعاية الصحية اللي هتقدم فيه هي هتكون بمعايير عالمية.
فإذا احنا هنشوف أولا خدمة ورعاية مختلفة، هنشوف إذا تقليل من معاناة مريض الأورام والحقيقة اللي هي بتكون معاناة صعبة وكبيرة جدا، وكمان هنشوف تقليل من فكرة العلاج على نفقة الدولة، لأن أنت لما يكون عندك معهد أو مركز بهذه المواصفات مش هتحتاج تخلي المريض يسافر إلى الخارج علشان يتعالج على نفقة الدولة، أنت هتقدر أن أنت تخليه يتعالج داخل هذا المعهد أو هذا المركز على أرض مصر، فأنت كمان بتوفر من الإنفاق على نفقة الدولة ومن العبء اللي بيكون على موازنة الدولة. وكمان عندنا الحقيقة شق مهم جدا، فكرة السياحة العلاجية. الحقيقة يعني ده عنوان كبير وعريض ممكن نتكلم فيه كتير جدا، ولكن بقى في دول قائمة على فكرة السياحة العلاجية، إن هي بتكون مميزة في تخصصات معينة، فبالتالي بتبدأ الناس إن هي تروح هذه الدولة علشان بس تتعالج أو علشان فقط تقوم بإجراء عملية معينة، فكمان ده بيعزز عندنا فكرة السياحة العلاجية. فالحقيقة خبر جيد كان لابد من الإشارة ليه، وطبعا زي ما قلنا ده اتفاق او موافقه ما زالت بصوره مبدئيه، ولكن هذا شيء جيد ليه علاقه بشكل المستشفيات في مصر. خدنا مع حضراتكم جوله سريعه في اخبار واحداث اليوم قبل ما نخرج فاصل. اقرا سريعا احدث التعليقات عفوا على سؤال الحلقه، واللي ليه علاقه بالمشاكل اللي بتواجهكم في مواقف الميكروباص والتوك توك. أوسع عادل بتقول أصعب شيء يعني الألفاظ والخناقات بتاعة يعني السائقين، بتقول بتبقى صعبة جدا وإحنا للأسف جنبنا موقف ميكروباصات. جوزيف شوقي بيقول تعامل أغلب السائقين مع الركاب بأسلوب سيء، ده غير إن هم بيشغلوا بقى الكاسيت أو الأغاني بأصوات عالية جدا ومزعجة، حتى لو الراكب طلب إن هو يوطي أو إن هو يقفل ما بيكونش طبعا في أي استجابة. برضو مستنيين تعليقاتكم، وهنخرج دلوقتي فاصل سريع، وبعد الفاصل نبدأ أولى فقراتنا الحوارية، استنونا.